تم إنشاء هذه المحطة على أساس تصفية مياه السد الصحي لبلدية عين تيموشك وفقط، وقدرت حجم معالجة المياه بقدرة 11 ألف متر مكعب يوميا، لكن للأسف تم ربط بلدية سيدي بن عدار وشعبة الحب بهذه المحطة، مما زاد من حجم المياه القادرة التي تدخل المحطة ومقدرة تقريبا ب 18 متر مكعب إلى 20 ألف متر مكعب، أي أن هذه الزيادة التي تقدر ب 7000 إلى 9000 تذهب إلى الواد مباشرة، لأنها تفوق قدرة المحطة، وهذا منذ سنة 2021 إلى يومنا هذا، ونتيجة لذلك تم انطلاق مشروع التوسيع لربع قدرة المحطة على تسوية 15 متر مكعب، برغم أن هذه التوسعة التي لم تنجز بعد، فإن محطة لا تقدر على معالجة جميع مياه السد الصحي، وهنا يبقى السؤال المطروح، أغب إليه الثلث مياه السد الصحي لبلدة عين تيموشن الخاصة بمحطة الربع الخارج عن الخدمة التي تذهب إلى الواد مباشرة، وأغب إليها سكنات المجزاء في حي 1250 التي ذكرناها سالفا، وأغب إليها السكنات التي تم إيجادها جوار هذا الحي، وكذلك مياه السد الصحي للمنطقة الصناعية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حجم المياه الداخل المحطة التي قد تصل إلى 25 متر مكعب إلى 30 متر مكعب، هذا يفوق قدرة المحطة تسوية بأضعاف، ولا يمكنها من أي حال من الأحوال تسوية هذه المياه. الإشكالية المطروحة الآن، لماذا لم تقم الجهات الوصية بعملية التوسيع تضمن لنا على الأقل القدرة على تسوية هذه المياه لمدة 30 سنة؟ كما نشير أن أشغال التوسعة كانت متوقفة أثناء زيارة المحطة. أما بالنسبة للمياه المعالجة فإنها تختلط بالمياه غير المعالجة عند مخرج المحطة، وهذا يعد مؤسف أنها تضر بالبيئة. أضف كذلك مشكل استغلالها من طرف الفلاحين المجاورين لهذه المحطة الذي يستعملونها في السقي الفلاحي، وهذا يجمع عليه أمراض تنقل الإنسان عن طريق الغذاء. قنوات سفر مياه الأمطار، لاحظت اللجنة النقاط السوداء على مستوى بعض الأماكن ويتم ذكرها كالآتي: نقطة تجمع مياه الأمطار على مستوى محافظة الغابات، هذه النقطة تعتبر النقطة السوداء، يجب تدارك كون هذا المكان منخفض مقارنة مع نقاط أخرى، ونتيجة عدم وجود بلوعات لصرف مياه الأمطار تتجمع هذه المياه مسببة أضرار على مستوى هذا المكان.